droit humain. C'est à Marie Kindi à vous la parole. Juste un petit rappel pour des soucis de bonne répartition et gestion, on verrait pas le problème. Nous allons organiser une table ronde sur la gestion des déficits des services publics, bilan et perspective de l'expérience marocaine. Et je vous rappelle qu'à cette date, le Conseil économique et social avait sorti un rapport sur le même sujet, mais élargi à l'ensemble des prestataires ou des délégataires. الجمعية موجودة هذه 20 عام، ومن المهام ديالها المهام الرسمية ديالها هي تتابع التحولات اللي كاينة في القطاع الكهرباء، بخصوص كل التحولات اللي وقعت بخصوص من ابتداء من 1990 اللي بدا التحرير، وبخصوص في هذا في الوقيته اللي جات هذا القانون الجديد ديال الشركات الجهوية المتخصصة الخدمات. الهدف الأساسي من هذه الطاولة المستديرة هي المشاركة في الحوار، مشاركة في المناقشة، مشاركة في جمع المتطلبات والمتطلعات ديال المستخدمين اللي غادي يدوزوا من قطاع عام كتسفر عليه الدولة، القطاع العام كيشفع عليه الخواص. لهذا كاين واحد التخوف لا من المستخدمين ولا من المواطنين كيف ما كان الحال ديالو، لان كنا في قطاع عام كانت الاثمنه مضبوطه بصيغه مسيره في الدوله، اما الخاص راه كيجي الغرض ديالو، الغرض ديالو هو الربح، والربح راه ما كيجيش واحد القطاع اللي الاثمنه ديالو الاثمنه ديال الانتاج لا عندها علاقه بالثمن ديال البيع. لهذا كانت الدولة كتحمل هاد الفرق. دابا مع الخاص كننتظروا بانه غادي يكون واحد الاثار على المواطن وعلى المستخدم. الجمعية حتى هي في هاد التجربة ديالها وهاد السنين المتراكمة وهاد الاطر العليا اللي فيها كتجعلنا باش نشاركوا في الحوار بصفة جادة، باش نعطيو نظرة اللي يمكن المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار. كنعطي على مثال المشاركة ديال الجمعية في المشروع التنموي الجديد اللي الجمعية كسبت فيه وعطات واحد المقترحات كثيرة اللي تخدات بعين الاعتبار. لهذا راه هاد الندوة هاد الطاولة المستديرة تخرجنا بمقترحات مهمة اللي كنتمناو باش هاد المشروع اللي الآن كيتداول في المجلس البرلمان يكون عنده واحد التأثير، باش يمكننا نحاولوا على ناخذوا المكتسبات المهمة وناخذوا التأثيرات اللي غتكون على المواطن. موقف الجامعة من مشروع القانون 83/21 الذي يهدف إلى إحداث شركات جهوية التوزيع هو موقف مبدئي وتاريخي، ألا وهو ضد الحفاظ على عمومية القطاع وضد الخصاصة. وهذا موقف ليس وليد اليوم، بل هو موقف تاريخي، فمنذ فجر الاستقلال والجامعة الوطنية للعمال الطاقة تناضل من أجل عمومية القطاع، وكان لها مساهمة كبيرة في مغربة القطاع بإحداث المكتب الوطني للكهرباء سنة 1963، ومنذ ذلك الحين والجامعة تناضل من أجل عمومية القطاع لأنها هي الوحيد والضامن للحفاظ على السيادة الطاقية للمملكة، وكذلك للحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المغاربة والطبقة العاملة. اليوم الموقف ديال الجامعة هو موقف ثابت ضد خصوصة القطاع. قامت الجامعة بدورها في الدفاع على الحقوق والمكتسبات التاريخية للمستخدمين، وكذلك بإثارة الموضوع وعلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لكي تضعهم أمام مسؤولياتهم الدستورية. فمسؤولية الجامعة اليوم هي الحفاظ على المكتسبات والحقوق التاريخية كما قلت للكهربائيين، وكذلك الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للكهرباء. وربطت الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب باستمرارية المفاوضات ووصولها إلى الطريق إلى الباب المفتوح. اليوم الجامعة تؤكد كما قلت على الحفاظ على التوازنات المالية لأنها هي الضامن الأساس للحفاظ على المؤسسة كمؤسسة عمومية واستمراريتها، وكذلك ضامن للمكتسبات والحقوق التاريخية للكهربائيين. Et la loi sur la gestion des déchets du 2006, la loi française.